جمعية الشارقة الخيرية ويهب إليها المتطوعون. تم طلب 500 متطوع فقط في أقل من 24 ساعة. تم تقديم 500 طلب للمشاركة بهذه المبادرة تحت مظلة مركز الشارقة للعمل التطوعي ودائرة الخدمات الاجتماعية، ونحن معكم من الميدان لننقل لكم هذه الفرصة الرائعة، فابقوا معنا. الخطوة الأولى أن يتم ترتيب هذه الحزم لتحتوي على الحزم الغذائية بوضع الملصقات المناسبة، ومن ثم ننتقل إلى منطقة التعبئة. السلام عليكم، جبتكم وحدة جاهزة. بعد تجهيز الحزمة تقوم بالمرور على جميع المتطوعين لملئها بالمواد الغذائية المطلوبة. السلام عليكم. حليب حبتين، نبغي حليب. حليب، أيوة. بكلمة من المتطوعين، حليب يتوفر الكمية المناسبة. بارك الله فيكم، يعطيكم العافية. شعوركم أنتم متواجدين في هذا المكان لتقديم العطاء؟ أكثر من السعادة، الحمد لله رب العالمين، هاي بلاد الخير. جبتك حليب، مشكور، بارك الله فيكم. كلنا في العطاء إن شاء الله، في درب الخير والإنسانية. الله يبارك فيك، حياك. شكرا شكرا. ومن ثم يتم تمرير هذا الصندوق على جميع المتطوعين وملئه ب المواد الغذائية الموجودة أمامهم لتصل في النهاية إلى خير. هنا تكون الحزمة قد امتلأت بالمواد الغذائية المطلوبة، لتصل من هنا إلى باكستان لنقول لهم نحن معكم، ومن ثم تغلف بالطريقة الصحيحة وترسل إلى هنا. مش تعب؟ لا والله مو بتعب، ما تحس حالك بتعمل إشي لله وتساعد الناس وتعمل الخير، ما بتحس بالتعب، بتحس بسعادة وانبساط، والله العظيم. دكتور طارق من خادم، نائب رئيس لجنة الشارقة للعمل التطوعي في الشارقة، يلبس جاليه التطوع، لماذا؟ احنا نقول هذا اللي قلت له جاكيت التطوع هو حقيقة شرف لنا. اليوم احنا نشارك اخواننا وزملائنا وبناتنا واولادنا، نفتخر فيهم ونتشرف فيهم وندعو لهم ان شاء الله يكون في ميزان حسناتهم. كثير اليوم شهدنا تلاحم مجتمعي من كافة الجنسيات في هاي الفرصة التطوعية اللي فعلا اثبتت ان نحن معكم. اليوم أنا ما أشوفها هذه حملة، أنا أشوفها هذه انتفاضة خيرية للإنسانية بشكل عام. شوي شوي على اللزقة بس. يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعزكم يا رب. الله يعطيك الصحة والعافية. نحن الحمد لله. وجدتكم في هذا المكان؟ سعادة وفرح. ويكند جميل. يا سلام. إجازة حلوة. إجازة حلوة. إي نعم. من وين؟ من اليمن يا أخوي. من اليمن. إي نعم. وأتيت إلى هنا لماذا؟ عشان نساعد إخواننا في باكستان حالياً. وإن شاء الله ربي يوفقهم ويقومهم كلهم بسلام. وايد تعبان. هي والله الساعة 9 شغال. خلاص روح. لا. روح. ليه الساعة 5 إن شاء الله. خلاص روح. لا الساعة 5. خلاص حتى لو شغل ما خلص روح. لا إن شاء الله بنخلص إن شاء الله. بنخلص. شو اللي يمنعك إنك ما تروح وأنت تعبان؟ غير مساعدة لإخواننا. إخواننا محتاجين مساعدة، أكيد لازم نساعدهم. مهما. خلاص أنت تعبت تروح. لا التعب مش أهم، يعني بنرتاح. أول ما نخلص إن شاء الله نرتاح. يعطيكم العافية كل كلمة. خليني أخلص الشغل. يا أخي جد روح. لا والله معنويات عالية، معنويات عالية، معنوية عالية والله العظيم. والله ما نخلص إلا لما نخلص إن شاء الله آخر. بدل الوطن والله. From India. From India. India. And now you are here for what? For helping, for volunteering. Are you happy? Alhamdulillah. What do you feel? Smiling. You are in Sharjah. Smile. You are in Sharjah. Yes. في عندي سؤال. قالوا في استراحة لمدة ساعة عشان الغداء. ليش قاعدة للحين؟ الحين في استراحة نحن. أيوة. ليش ما تروح تستريح؟ جمع علينا بس خلص البدينة إن شاء الله. بدي أخلص البوكسات في الأول عشان ما يصير في لخبطة بعدين. لازم يرجعون يحصلون كل شيء جاهز. يشتغلون على راحتهم. عقب أنا استريح ولا؟ طبعاً هناك استراحة. لوجبة الغداء. فنشوف بعض المتطوعين قالوا لنا احنا يعني اكلنا بسرعة وشربنا بسرعة ونرجع نشتغل. ف طبعا لازم يكون بهذه الطريقة، لأن الميدان اللي احنا متواجدين فيه ليس إجباري وهناك مراقب. أتيت بطواعيتك وتعمل بعطائك وبحبك لهذا المكان. لذلك تجد المتطوعين والمتطوعات موجودين حتى في وقت الاستراحة. أنا اكتشفت شيء، يعني حتى فترة الاستراحة موزعة بين الفرق، يعني الفريق اللي يحط المواد الغذائية في الصناديق غير عن الفريق الذي
يجهز المواد الغذائية على الطاولة ليرجع الفريق الثاني ويحصل كل شيء جاهز، فتمر أمام الحزبة فيضع المواد الغذائية المتواجدة. السلام عليكم. يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك. هاي رسالة شكر منا ومن المجتمع لكم. يعطيكم العافية. كمل الاجتماع. السلام عليكم. هذه وجود المتطوعين المتواجدين، الجميل أن هناك متطوعين، هناك قادة للمتطوعين، هناك رؤية واضحة، هناك منهج واضح في التطوع، بذلك يرتقي التطوع، لا يكون عشوائي أو اعتباطي بل ممنهج ومدروس باستراتيجيات معينة وبتواجد في الميدان بحكمة. نحن معكم ليس مجرد شعار، إنما حزم غذائية تنتقل من الشارقة، من إمارات الخير، من أبناء زايد، من جهود المتطوعين مباشرة إلى الأسر المتضررة في إخواننا الأشقاء في باكستان. من هنا نحن معكم من جمعية الشارقة ومن دائرة الحماية الاجتماعية، ونحن معكم من الميدان، فمرحبا، يعطيك العافية، إلى اللقاء.